ضمن مساعي قطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الهادفة إلى القضاء على اختلاف المظهر بين التلاميذ والتشتت الذهني لديهم الناجم عن التباين في شكل ونوعية وجودة أزياء ملابسهم، وحرصا على تكريس روح الوئام والانسجام بين صفوفهم، ضمن هذا المسعى يأتي قرار إلزامية تعميم ارتداء الزي المدرسي الموحد على عموم التراب الوطني خلال العام الدراسي 2024-2025. اختير نقول على ان الزي المدرسي على انه اجباري ارتدائه لتلاميذ السلك الابتدائي كاملين، معناها الابتدائية كاملين، يسوى في التعليم العمومي ويسوى في التعليم الخصوصي ويسوى في ذاك التعليم اللي درس شمل المناهج الأجنبية، معناها انه فارض على تلاميذ الموريتانيين كاملين والتلاميذ المقيمين ايضا في موريتانيا، ولتقريبا قرابتهم 700,000 تلميذ. والسنوات الماضية حاولنا تنفيذه، نجحنا بعض الشيء يا غير ملي اخفاقات كانت خالقة، ياك تعود الصراحة واضح ضرك. احنا في الوقت واربعة اشهر سابق افتتاح العام الدراسي المقبل بداية اكتوبر بإذن الله، اختاروا نوجه رسائل لوكلاء التلاميذ. اولا هم الاولين نقولهم على الزي المدرسي لا يعود ملزم الزاما تاما ان شاء الله اكتوبر 2024 في العام الدراسي المقبل لكافة التلاميذ بالمستوى الابتدائي، يسوى العموم ينكررها والخصوص ينكررها، وذوك اللي عندهم مناهج مشتركة والله يدرسوا شنو المناهج الأجنبية ملي، هاي يعود واضح لوكلاء التلاميذ من الآن. أيضا نوجهها أيضا لمديري المدارس المفتشين على الإلزام، لازم يلزموا كافة التلاميذ بارتداء الزي، وإن ما يليج الحرم المدرسية من الابتدائي إلا تلميذ والله تلميذية لابسات لابسين والله لابسات الزي المدرسي. الرسالة الثالثة هي إذا كم رجال الأعمال الموريتانيين تجار مستوردين مصنعين على أنهم يوفروا هذا الزي المدرسي وفق المواصفات اللي منصوص عليها في المقرر. بدوره ثمن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين شهود السلطات العمومية في المجال، مؤكدا استعداد مزاولي تجارة الملابس بالاتحاد بالعمل على توفير الكميات المطلوبة وفق المواصفات التي يحددها قطاع التهذيب. أنا هون بدعوة معالي الوزير اليوم رفقة نائب رئيس الاتحادية الوطنية للتجارة وبعض رجال الأعمال، وتناقشنا مع معالي الوزير ووضحنا الخطة اللي هامة الدولة إن شاء الله أعلنها السنة القادمة الزي المدرسي على أنه لا يعود إلزامي، وتناقشنا في الإمكانيات اللي قد رجال الأعمال يوفروا هذا الزي. وطبعا انطرحت مشكلة الوقت لأنه مازالوا أربعة أشهر عن افتتاح السنة الدراسية، وكيف تعرفوا التأثيرات اللي خالقة ذلك للنقل العالمي وعدم توفر الحاويات، لكن رجال الأعمال أكدوا على أنهم مواكبتهم إن شاء الله للسلطات العمومية على أنهم ما هم لا يبخلوا شيء، على أن إن شاء الله تعود الزي المدرسي المطلوب منه متوفر حسب المواصفات اللي أعطت الوزارة. وسبيلا إلى الوصول إلى هذا الهدف ولوضع الإطار التنظيمي الملائم لتحقيقه، يأتي هذا الاجتماع الذي ضم إلى جانب وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المسؤولين عن ملف تنفيذ الزي المدرسي الموحد.